بأطيب التحايا المسائية نحييكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله ونحن نلتقي وإياكم على الحب وعلى الود في حلقة جديدة ومحطة جديدة، والحسين يوحدنا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. السلام على ساقي عطاشة كربلاء أبي الفضل العباس. السلام على جبل الإباء والصمود والصبر والتحدي زينب سلام الله عليها. السلام على قائد ذلك الركب زين العابدين عليه وعلى من سار معه في ذلك الركب، أفضل التحية وأفضل السلام. سلام على زوار أربعينية الإمام الحسين، سلام على كل من يأتي إلى مدينة كربلاء المقدسة، حي الله كل من يفد سواء من المحافظات العراقية أو من خارج العراق، باختلاف اللهجات، باختلاف الألوان، باختلاف الثقافات، باختلاف اللغات، كلها تتحد عند سيد الشهداء. فحي الله كل من يصل إلى هذه المدينة، وكربلاء اليوم حقيقة تشكل هذه اللوحة، زيارة أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه، لوحة كاملة متكاملة لكل العناوين الإنسانية، في التكافل الاجتماعي، في المودة، في التآخي، في الحب في الله، في تقديم الخدمة، في التواضع، في كل شيء، في العبادة الرائعة جدا اللي حقيقة احنا اليوم بحاجة إلها، وبحاجة لأن نرفع أكف الدعاء للباري جل وعلا على أولا أن يحفظ زوار أربعينية المولى أبي عبد الله سلام الله عليه، وأن يحفظ العراقي والعراقيين، ويحفظ كل البشرية، كل الناس، كل من يكون نظير أو نظير لنا في الخلق. الناس صنفان أعطانا أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه القاعدة، وبالتالي نسير عليها. الناس صنفان، أخ في الدين أو نظير في الخلق. فبالتالي دعواتنا ببركات سيد الشهداء، ببركات السيدة زينب، ببركات زوار أربعينية الإمام الحسين، أن يحفظ البشرية من كل شر ومن كل سوء. حلقة ومحطة جديدة من محطات زيارة أربعينية الإمام الحسين، ونافذة لتسليط الضوء على ما يجري في شوارع أربعينية المولى أبي عبد الله. قبل أن ندخل بالتفاصيل، البارحة وجهنا رسالة إلى وزارة الكهرباء، إلى وزير الكهرباء، اليوم الرسالة هي إلى رئيس الوزراء وإلى وزير الكهرباء أيضا. دولة الرئيس ومعالي الوزير في تصريح أنه استثناء كربلاء من القطع المبرمج. اليوم إحنا دخلنا في الزيارة، الزيارة ليست فقط في المنطقة المحصورة في منطقة ما بين الحرمين الشريفين أو البيوتات المجاورة لها، يعني ما نسميه إحنا بالمدينة القديمة، كربلاء والمحافظات المجاورة أيضا هي كلها كربلاء. يعني ما نريد نتكلم بكلام قد يكون جارح وقد يكون مؤذي، لكن هذه القصة، قصة الكهرباء اللي حزورة تبحث عن حل، ولا يمكن لنا إيجاد حل لهذه المعضلة ولهذه الحزورة. شون هاي سالفة البيضة من الدجاجة لو الدجاجة من البيضة، نفس القصة. لكن احنا سالفة ابو المثل يقول جزنا من العنب اللي سلتنا، هسه احنا بطلنا ما نطالب باستقرار التيار الكهربائي في العراق، لان هاي بلوى عمي. هسه نريد على اقل التقادير فعلا يكون التصريح حقيقي، استثناء مدينة كربلاء من القطع المبرمج. وترى مو فت قصة، يعني مو قصة، اليوم كل المحافظات العراقية هي في مدينة كربلاء. عندنا زوار من الخارج بمختلف الثقافات وبمختلف الجنسيات. زحمة، يعني انتوا بس واحد خليه يصفن يقول هاي ال 20 مليون وين يعني؟ فقط في منطقة ما بين الحرمين، فقط بالبيوتات المجاورة مثلا والمواكب، لو تتوزع على بيوت المدينة، تتوزع يا اخوان، تتوزع على بيوتات مدينة كربلاء المقدسة بكل الاحياء. فبالتالي هذه الناس تحتاج الى 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 الى, إلى, إلى تحتاج الكهرباء. درجات الحرارة عالية جدا، الله يخليكم، رجاء باسم الإنسانية، باسم الحسن، احتارينا بمن يعني يا لغة اللي نتكلم بها. معالي الوزير أنت قلت استثناء كربلاء من القطع المبرمج، شنو القصة؟ افتح تحقيق بهذا الموضوع، قلهم عمي تعالوا تعالوا شنو الموضوع. أما أنت كلامك ما يمشي، أو أكو أخطاء معينة، أو أكو بعض المشاكل، حلوها حلوها، بس ما يصير هالشكل.
احنا ابتلينا يعني ما نعرف نخاطبهم. ليش هذه اللوحه الجميله، هذه اللوحه الرائعه، اللوحه اليوم اللي القوات الامنيه تساهم في تشكيلها، القوات الامنيه بمختلف صنوفها من الحشد الشعبي لوزاره الداخليه لوزاره الدفاع، الفرق الطبيه مستنفره، فرق البلديه مستنفره، كل دوائرنا الخدميه في مدينه كربلاء المقدسه مستنفره، الحكومه بشقيها السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه. إيه ليش هذه اللوحه الحلوه يعني هذا 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 هذه الورده الحلوه يجي واحد يشلع له من عندها فد شيء او هذا 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 البياض الجميل، هذه اللوحه البيضاء تصير بها فد نقطه؟ ليش يعني اكو يد خفيه بالموضوع؟ سولفون اكو يعني دفع سياسي من جهه معينه؟ هم قولوا صارح الراي العام، لانه اليوم كربلاء هي مو للعراقيين. هسه لو القصه بس ان عم نقول احنا عمي احنا طلايبنا ومشاكلنا وسوالفنا نحلها بيناتنا، واحد يطمطم للثاني. عندنا زوار من الخارج يا جماعه الخير، يا جماعه ترى ما يصير هالشكل، والله ما يصير هالشكل، والله ملينا من هذا الموضوع. بال 2024 ونسولف تعالوا دخيلكم دخيل الله ودخيلكم، سووا لنا استثنونا من القطع المبرمج، تلطم على راسك بهذه القصه بالله، ويا من السولف شو نقول ايش نحكي؟ ما يصير. العالم اليوم حقق طفرات نوعيه بكل شيء، عالم متقدم، واحنا ضالين والله مروتكم لا تقطعون علينا الكهرباء. يصير هذا الحكي؟ يصير هذه المليارات اللي انصرفت من ذاك اليوم لليوم على هاي السالفه القشره واللي حد الان احنا ما حالينها؟ مو كلام، هذا كلام مو صحيح. حرامات. اكو جهد حكومي موجود هسه، لو مثلا ماكو شيء نقول عمي كل شيء ماكو صام ملطام، بس اكو جهد موجود، اكو جهد خدمي موجود، اكو شوارع جميله، اكو تفاصيل، اكو يعني اكو لوحه الشكل. ليش هذه يعني هذه النقطه تبقى بهذه اللوحه؟ يا ريت توصل هذه الرساله. مو ما نريد احنا اذن من طين واذن من عجين ونسولف وندرخ بالكلام وتالي قبض ماكو. نتمنى ان تصل هذه الرساله، اكتفي بهذا القدر. اروح الى الفعاليات الموجوده في زياره اربعينيه الامام الحسين سلام الله عليه. في هذا العام كانت اكو ممارسه رائعه جدا، هي تظليل الشوارع، تظليل الشوارع بهذا القماش الرائع جدا اللي تقريبا الشوارع الرابطه بساحه ما بين الحرمين الشريفين تم تظليلها. طبعا احنا ظللت بايام الركضه في يوم العاشر من المحرم، واليوم ايضا موجود هذا التظليل، بالاضافه الى مرشات الماء اللي تخفف درجات الحراره. يعني اذا سجل درجه حراره 45 او 46 47 شوف ايش قد درجات الحراره اللي موجوده بالشوارع الباقيه، لكن لما تدخل الى هذه تنخفض درجات الحراره، وهذا ايضا يعطي يشكل لوحة حلوة، تحس هذه برودة الماي، تحس بوجود، يعني تحس أنت أكو جهد مبذول. ما أريد أرجع على الكهرباء وهم طلبت الكهرباء وأقول تخرب هذا الجهد، لا إن شاء الله تصل الرسالة. لكن هذه أيضا من المواد والتفصيلات الجميلة اللي تضاف إلى زيارة أربعينية سيد الشهداء. فحي الله كل من يفد بمختلف اللغات بمختلف اللهجات الكل. كربلاء هي أصبحت هي عبارة عن بيت واحد وشارع واحد لا يوجد فيه سوى شعار لبيك داعي الله لبيك يا حسين. وأبدي بمحطاتنا في حلقة هذا اليوم، وأيضا عندنا مواد كثيرة جدا، وأنا دائما قبل الحلقة أقول راح أختصر الكلام، بس ما أنا هم يراد لي واحد يوجهني يقول لي أبا اختصر يوجه المناشدة. عموما أرجع إلى موادنا وأتابع الصور اللي موجودة عندنا في حلقة هذا اليوم، وخلي أبدي معاها الصورة رقم واحد. اليوم عندنا بعض المنوعات اللي نشوفها في هذه الزيارة، وما أكثرها، ما أكثر هذه، ما أجمل هذه اللوحة، ما أجملها وما أرقاها وما أبهاها. هذه صورة من صور كثيرة جدا، وأنا مرة قلت يا نقابة الإخواننا في جمعية المصورين العراقيين سووا لنا معارض صورية حتى لا تبقى هذه الصور فقط في مواقع التواصل الاجتماعي. صورة رائعة جدا. أنتقل للصورة اللي بعدها. هذه الوجوه اللي ترتبط بسيد الشهداء اللي موجودة في كل الشوارع. الصورة الأخرى صورة عينات ما شاء الله. أي هذا من اختصار، احنا مو طلعنا مرة طفل وشايب وقلنا من المهدي إلى اللحد إن شاء الله يحفظ الكل. هذه أيضا بنفس القصة بهذا العمر حتى تصل إلى هذه الحجية. والأعمار والأجيال المحصورة بين الصورتين كلها في
خدمة سيد الشهداء. تابع صورة أخرى. الله، ما أجمل هذه الصور، ما أجمل هذه الوجوه، ما أجمل هذه البراءة الحلوة اللي تقف في طريق المولى سلام الله عليه. سلاما عليكم، سلام عليكم أجمعين، طبتم وطابت هذه الخدمة وطابت هذه 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 الابتسامة الحلوة وهذا السواد الذي يرتدى على سيد الشهداء. أكتفي بهذا القدر من الصور، أروح إلى موادنا في حلقة هذا اليوم والمقاطع المهيئة. إحنا في كل سنة من يعني في كل زيارة من الزيارات السابقة صير عندنا فد مشكلة، هي مشكلة الإركاب الزائرين، مشكلة بالنقل. في هذا العام تواجدت أو أنشأت أو أقامت حكومة كربلاء المحلية مجموعة كبيرة جدا من الساحات اللي تم تأثيثها وتم تخصيصها لنقل الزائرين. فهي مقارنة بين الماضي وبين ما جرى. ليش أنا قبل شوية قلت هذه اللوحة حلوة، لوحة جاءت تشكل حلوة بكربلاء، لا تخربها بتفصيلة معينة وتالي ما تالي يروح كل التعب ويروح كل الجهد. خلينا نتابع هذه المادة وخلينا نشوف شنو اللي كيف كانت هذه الساحات وكيف أصبحت في هذه الأيام. نجينا من هناك لهنا ونفتح هالصالة نلعب تقول شنو؟ آلاف هنا بالساعات، آلاف يدخلوا الجراج المحور الجنوبي ما لاقين وسيلة نقل ترجعهم لبيوتهم. هذا اللي شفناه في ساحة الجود قرب مرقد السيد جودة، وهنالك ساحات أخرى أيضا عملاقة. أقل ساحة مساحتها 60 دونم تم تعبيدها وإكسائها بالتبليط يعني وبكافة مستلزماتها الصحية والخدمية والإنارة، ساحات رائعة جدا. اللي نتمناه من إخواننا، اللي نتمناه من أصحاب المواكب التعاون مع القوات الأمنية خصوصا بمسألة العفش اللي موجود في السيارات الحمل الكبيرة. الخطة هكذا أن يقوم الموكب أو صاحب الموكب بتفريغ الحمولة ومن ثم تنسحب هذه السيارات الكبيرة وتستقر بهذه الساحات العملاقة المجهزة بكل شيء، إدارة فيها وفيها قوات أمنية تحميها وفيها صحيات وفيها إنارة وفيها كل شيء، وهي أيضا يعني شيء من الأشياء الحضارية اللي تضاف عندنا، ويعني حتى ليكون عندنا إرباك، لأنه أنا أعيد وأكرر شوارعنا ضيقة جدا. يعني أنت إذا جيب لك تريلا تنصبها بأي شارع، نصبت وحدة بهذا السايد، نصبت وحدة منا زين، هو شارع ضيق يراد له بكثافة بشرية عالية تمشي به. أضف إلى ذلك وجود بناء المواكب في هذا الشارع، صور الحركة. فهذه الساحات أولا راح تسهل لنا عملية إركاب الزائرين ونقلهم إلى محافظاتهم، ثانيا هي لسيارات العفش اللي موجودة في اللي تنقل المواكب. أما المادة الأخرى فإحنا ما شاء الله يعني باشرنا في سنة من السنوات بفتح طريق يا حسين. هذا الطريق يربط بغداد بكربلاء وأيضا يربط مدينة النجف الأشرف بكربلاء ويربط مدينة بابل بكربلاء، ثلاثة مداخل. اليوم ببركات سيد الشهداء بدأت عندنا هذه الشوارع تتعدد، يعني حلقة من الحلقات أعتقد شفنا افتتاح شارع جرف النصر، هو من الشوارع المهمة وهي منطقة كانت من المناطق العصية جدا بسبب تنظيمات داعش الإرهابية، دخل هذا الطريق وأضيف أيضا إلى طرق سيد الشهداء. اليوم عندنا طرق أخرى تضاف، يعني مثلا هنالك موكب كبير جدا من تل العفر ينطلق سيرا على الأقدام مرورا بمدينة الموصل إلى بغداد بمدينة تكريت ويدخل إلى بغداد ومن ثم يأتي إلى كربلاء المقدسة. طرق كركوك أيضا، وهذه كلها هي هذه طرق تضاف للطرق المؤدية إلى مرقد المولى سلام الله عليه، كل الطرق تؤدي إلى الحسين. خلينا نتابع هذه المادة وخلينا نشوفها.
هذه الطرق اللي نسولف عليها اللي تسلك من قبل زائري المولى أبي عبد الله سلام الله عليه. طبعا هذه الطرق لما تنسحق بأقدام الزوار تضيف لها الأمان وتضيف لها البركة وتضيف لها الهيبة وتضيف لها الحشمة وتفاصيل كثيرة جدا. فحي الله كل من يفت إلى مدينة كربلاء المقدسة، من العرب من غير العرب، من المسلمين من غير المسلمين، مختلف الثقافات مختلف، قلنا هي فسيفساء رائعة جدا تتشكل في كربلاء. بإمكان كل أخوة الأخوات طبعا المساهمة المشاركة معانا في حلقة هذا اليوم عن طريق جسور زيارة أربعينية المولى أبي عبد الله سلام الله عليه. هواتف البرنامج اللي راح تكون ظاهرة في أسفل الشاشة. إحنا آسفين بالحلقات السابقة يعني بسبب أولا رداءة الاتصالات وبسبب ضيق الوقت يعني ما أخذنا الاتصالات، لكن إحنا يعني عندنا هي تعتبر من جزئيات وأساسيات البرنامج هي اتصالاتنا وتأمينها مع كل أعزائنا ومع كل أخواننا. المادة اللي بعدها مادة جدا رائعة، مادة حقيقة وثقافة أيضا أخرى تضاف إلى الثقافات اللي جاي ترفدنا بها زيارة المولى أبي عبد الله سلام الله عليه. مو إحنا يكون أكو كلام طويل جدا وكبير جدا وكثير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي حول بقايا الطعام، مو شوف هذا التمن وين ذاب بينا، شوف هذا الخبز وين ذاب بينا، شوف هذا الخبز ليش هالشكل، وهذا هذا يعني هم ذول اللي يدورون بهاي التفاصيل. الشباب أخذوا على عاتقهم، وأنا متأكد هذا راح يصير ثقافة عامة لأنه هو بركة، بركة أيضا بركات سيد الشهداء. شنو اللي سووا ذول الناس؟ خلي نتابع بهذه المادة ما الذي فعله هؤلاء الأخوة وهؤلاء الشباب ببقايا الطعام اللي تنترك في المواكب. خلي نتابع. السلام عليكم. طبعا شكرا لله وشكرا للحسين وشكرا لخدام الحسين بزود الحسين لميت هاي النعمه كلها ثاني يوم. هاي خير ونحو وبركه، هاي اكيد جبت هالشط السمك وخلي ياكل احسن ما تروح كرم سناد الزباله. ابن حم صلى الله على محمد وال محمد. سلم الخيرك يا ابو عبد الله، سلم الخيرك يا ابو عبد الله. اشرب الماء باسم الحسين وباسم خدام الحسين، هيا اكل السمك وقف الله غير من الله، هيا اكل السمك بثواب الحسين كذا لميت المواكب الحسين. هيا اكل كله بثواب الحسين، كله جبت السمك بثواب الحسين، خلنا ياكل غير من الله السمك. وعلى خير من الله، هذا كله لميته من المواكب الحسينيه. خلنا ياكل زود الحسين بابا، ضرب لي الكاميرا شلون ياكل. يا سيدي يا مولاي يا ابا عبد الله، بزودك كله بزودك، حتى البشط عزبناه، بالتالي كل هاليوم هي في سفره سيد الشهداء. وما اجمل ما اجمل هذه السفره، سفرة البركة وسفرة الخير وسفرة الإطعام وسفرة الشفاء وسفرة لقضاء الحوائج، سفرة لكل شيء، كل اللي عنده ضال، كل اللي عنده فت قصة معينة بالتالي يلقاها في هذا المكان ويلقاها عند سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وبالتالي يعني هو الشفاء بتربة سيد الشهداء، فما بالك بغذاء سيد الشهداء. وهي هذه اللطيف بالموضوع انه هذا السمك ياكل ايضا، مو بس السمك، كل الحيوانات التي تعيش في الماء هي تاكل من سفره سيد الشهداء. اخذ اتصال. الو، مؤمل من الصويره. مؤمل حياك ابو مؤمل. ابو مؤمل حياك الله، حياك الله يا حبيبي. الله يجزاكم، جزاكم الله خير. الله يحفظك ويسلمك يا ابو مؤمل، حياك الله يا عزيزي. عظم الله انه لك الاجر ان شاء الله، وربي يحفظكم. الله يسلمك ويحفظك. كل سنة وكل عام تنقلون صوت الأب الأحرار سيد الشهداء. ببركات دعاكم يا أبو مؤمل يا حبيبي، حياك الله وحيا الله كل أهلنا في الصويرة. الله يحفظك، تحياتنا لك أستاذ أحمد. الله يسلمك يا عزيزي، أنت من أصدقاء البرنامج لسنوات طويلة أبو مؤمل. الله يحفظكم. خادم الله الحسين ورادود على سيد الشهداء. دعانا لكم بالتوفيق ان شاء الله. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، شكرا جزيلا لك. الله يحفظك. لهم ام البنين ممكن مشاركه؟ ممكن، بس باختصار ابو مؤمل، يعني انا ما ودي اقول لك باختصار لكن تعرف ضيق الوقت والماده. تفضل. تقول بصينيه توفى لما تولدها شلاء
وعلى باب البتول بخجل حطتها. لا ابو مؤمل اذا تسمح لي ممكن. ايه اريدها بصوتك. صوتي خادم. أي. منهم يما لخيكم قوموا لموا جفوف جفوف روس عيون وافترت عليهم هي لمتها. كل هذا وتقل مقصر العباس مو هاي الوصية ما كل وصته. الله شردي المولاد شكل الفاطمة بس عين يوم انطيمت عين الثانية لمن يبني ضلتها. خلق لي امامك الله عين تشوف بيها حسين بعد حسين راحت يما انتفت حاجتها. الله ما صابوها يما ما صابوها هم انت يا ابن شبيك. نبلة هاي خذها بهاي نبتة الله الله. وبعد رجلي عندك ماي مقطوعات اليوم امك يا يمش كبر فشلتها. لا ويت شفوف طيتها للسيف ولا وصلت زينة بيوم ردتها. أنا عيمة أقعد على درب الضعون. ألو ألو أسمعك أبو مؤمل عزيزي أسمعك ألو أقعد على درب الضعون وناشد اليرحون ويجو الله يلفون وانا غايب باللحد مدفون. الله اكبر. اي ولا جو نم الاربع الراحه ولا اجو عليهم عرض مسلمني. ولا جو اش كثر ونوا على الغبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكرا أبو مؤمل. من الله أن يحفظكم. شكرا يا حبيبي. شكرا جزيلا لك يا أبو مؤمل. شكرا لك. شكرا لكل خدمة سيد الشهداء. اللهم ربي يحفظنا هذه العبرة وهذه الدمعة وهذا هذا هذا الحزن وهذا البكاء لسيد الشهداء سلام الله عليه. أروح إلى محطة جدا مهمة في زيارة أربعينية سيد الشهداء. خلينا نتابعها وخلينا نشوف ذول الناس اللي ما يرتبطون معانا في كل شيء ما عدا مسألة واحدة هي القضية الإنسانية. مو احنا قلنا في بداية الحلقة الناس صنفان أخو في الدين ونظير في الخلق. ذولا نظراء لنا في الخلق. خلينا نشوف كيف يتواجدون في زيارة سيد الشهداء. خلينا نتابع. السلام على قمر العشيرة. اليوم قضاء الزكر واستعراض المواكب. طبعا شفنا حالة العمار الصينيين هنا. طبعا العمار يشتغلون مدارس. شوفوا اليوم يشاركون يوزعون شواب عصير كيك خبز مثل ما تشاهدون. اليوم يشاركون ويانا العمار الصينيين قضاء الفجر. شلون يشوفون الاجواء داخل الفجر؟ هم يقولون لك الاجواء هسه بايام محرم. طبعا هم جدا مستانسين باجواء محرم. خلال يعني تكلمنا وياهم بالعمل حقيقه مستانسين جدا بالاجواء ودائما يقولون ان الشعب العراقي شعب اجتماعي يحب الخير. والدليل اليوم هم يوزعون بنفسهم هنا يوم استعراض المواكب. طبعا احنا هاي الفقره فقط طرحناها عليهم هم مباشره بادره وهم اللي يعني حقيقه هم اللي اكثر من عندنا بادروا بيها. صحيح من دعم من دمجوا وين الحاله وشافوا الاجواء وشافوا نعم.
أكيد. عندما يعني أسألهم عن قضية الإمام الحسين هم يعني عندهم معلومات كثيرة، يعرفون أين مكان قتلهم، سبب قتلهم، أي مكان دفنوا، فحقيقة كل الأماكن يعني يعرفون قضية الإمام الحسين عليه السلام. يعني أنا فقط عندي سؤال، ما الذي وجده هؤلاء في قضية سيد الشهداء وبالتالي اشتركوا بهذه القصة؟ لا هم من المسلمين، لا هم من العرب، لا هم من... أخذ اتصال أبو أحمد. ألو يا أبو أحمد، حياك الله، أخرناك على الهاتف. السلام عليكم. حياك الله يا حبيبي، ألف هلا. وين المرض محتار؟ وين الكرش ما غلى؟ عندنا بلد دكتور إمامات كان من ذلة أبو الشجاد والغرابة دوا يشفي كل علة. والنعم والله من أبو علي ودكتور إمام الهمشارة. الله 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 الهمشارة. الله يا أبو أحمد. مقطع من عبد الحسين الشرع عندك في شاعر كبير باختصار شوية. لأنا بشافك الميمو مجدين ويرقى الضربار صاحت وين خويا حسين عمك ويقع والدعطار لأنا بشافك الميمو يا محرين صالف لي وش عندك جاي مدهونا. الله، شكرا أبو أحمد حبيبي، شكرا جزيلا، شكرا لهذه العبرة، شكرا لهذا التراث الكبير جدا اللي حقيقة احنا ايضا اليوم محتاجينه. يعني انا هم مناشدتي لأصحاب المواكب الأعزاء، خلونا ذني يعني خلونا هذا التراث اللي ذكرنا، اللي ذكرنا بعاشوراء ويذكرنا يعيشنا بأجواء الحزن على سيد الشهداء سلام الله عليه. والله أنا ما بدي يعني أغادر هذه المادة اللي عرضناها لذول الناس اللي من الصين، أنا فقط أقول هذه الناس ترى مو لا تتصورون لما تنفق من جيوبها الخاصة وهم ناس متغربين وعايفين أهلهم وعايفين عوائلهم وجايين بالعراق ويعرفون أنه أكو بالعراق، العراق مر بأزمات أمنية كبيرة جدا، أبناء جلدتنا أعزائنا إخواننا العرب قاموا يطبوا العراق وذولا أجوا واستقروا هنا وشاركونا بهذه المراسيم. هذولا ترى مو سهلة، من مثلا هو عايف هذا بتحمل الحر بالعراق ومتحمل الحالة الأمنية اللي رسموها إلا بشكل مغاير وعايف أهله وجاي وبالتالي ينفق لسيد الشهداء. أكيد أكو فت قصة لقاها. فأني أخاطب من أنا ما أخاطب ربعنا، أخاطب دول العميان، مو إحنا عندنا وادم عميان، إحنا عندنا ناس ينفتح وشوف مفتح كل عينها هالعرضها، بس هو ماكو صبة، أعمى بصر وأعمى بصيرة أيضا. لا والله أعمى عميان البصر راح نشوفهم في حلقة من الحلقات، نشوف شنو تواجدهم ذول أصحاب البصيرة، بس ذول عميان البصيرة ذول. فتعلموا من هاي الناس، شوفوا حجم العطاء. هذه قصة أربعينية سيد الشهداء سلام الله عليه، درس كبير جدا بالعطاء وبالتراحم وبالتكافل وبالإنسانية بكل شيء. فشكرا لك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه، جسر لتلاقح الثقافات بين الأمم وبين الشعوب أيضا. أروح إلى محطة أخرى ومقطع آخر، يعني أنا أكتفي بالاتصالات لأنه المادة اللي عندي كبيرة جدا وما راح نلحق بصراحة. فشكرا لكل من يحاول أن يشترك معنا في حلقة هذا اليوم. وأتابع مادة أخرى من المواد المهمة اللي أيضا تضاف إلى فعاليات زيارة أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه. خلينا نشوف. ضيبتي الميتة كلام صوت
هذه الجزئيات المهمة اللي ما نتمنى أن تبقى فقط في مواقع التواصل الاجتماعي، قضية النقل المجاني اللي يتولون به خدمة سيد الشهداء سلام الله عليه، هذه أيضا من المسائل المهمة ومن الخدمات المهمة اللي تقدم لزوار أربعينية المولى سلام الله عليه. شفنا القطع المكتوبة هي للعوائل المتعففة، لأنه إحنا فقراء عندنا هواي، احنا مو عندنا هواي فقراء، هو تقريبا اليوم اذا نريد نسوي يعني احنا دراسه من الدراسات قالت العراق 40% بي تحت مستوى خط الفقر، مو فقر لا تحت مستوى خط الفقر، فبالتالي ذول الناس ايضا يبادرون بهذه القصه. انتهت القضيه، لا اكو جميع وفرق اخرى تعمل بشكل تطوعي لتصليح السيارات وتكون مرابطه في الطرق الخارجيه الرابطه بمدينه الرابطة بمدينة كربلاء المقدسة. خلينا نتابع. بالمناسبة هو مو فقط التصليح مجاني، لا حتى قطع الغيار والأدوات اللي تحتاج إلها السيارة أيضا بالمجان. الناس مخلين أرقام هواتفهم في مواقع التواصل الاجتماعي ومرابطين أربع فرق تطوعية لتصليح السيارات بالمجان وأيضا تبديل قطع الغيار بالمجان. يعني أنت مثلا شنو العطلات اللي تصير بالسيارة، تحتاج لك فيت باب، تحتاج لك بليك، تحتاج لك مدري شنو، فقط تتصل بذولة هم يجون فرقة كاملة متطوعة صلحوا لك السيارة ويقول لك عم تفضل روح إلى كربلاء. هاي صايرة مثلا في دول العالم، تصير يعني هذه مثلا، يعني هسه احنا خلينا نسأل البشرية، خلينا نسأل كل سكان الكوكب، ايش قد عندنا 8 مليار، نقول لهم عمي تعالوا احنا عندنا هيك تفاصيل، هاي تصير عندكم في مجتمعاتكم في شعوبكم في طقوسكم في عاداتكم في تقاليدكم؟ ابدا ابد. فبالتالي لا حد يبخس حق الحسين سلام الله عليه وحق زياره اربعينيه سيد الشهداء والفعاليات الاخرى اللي تقدم، يعني يبدون بها من الاطعام وبالتصاعد. ويا ريت نكمل اليوم، نكمل اللي عندنا. ماده اخرى ايضا في حب سيد الشهداء، خلينا نتابعها. إسكافي والخياط والحلاق والمدري شنو كلهم تلقيهم موجودين. فبالتالي يعني شنو اللي تحتاجه، شنو اللي يحتاجه الإنسان بحياته اليومية، من أكبر تفصيلة اللي هي تصليح سيارته إلى أصغر قصة اللي هي مسألة الحلاقة، يلقيها موجودة، يلقيها بالمجان. وبحان سنة من السنوات عرضت مادة ووصلتني المادة أيضا مثلها، لكن طلعت هذه لأنه أولا الوقت ضيق وثانيا هي بها تشكيلة، يعني بها خياط وبها حلاق وبها مجموعة كبيرة جدا من الحلاقين، مجموعة كبيرة جدا من الإسكافيين، يعني مجاميع كل من كل أهل اختصاص. وبالمناسبة أكو تفاصيل مهمة أنا أتمنى أيضا من يعني من اخواننا الاعلاميين وخصوصا المصورين، اكو التقاطات راح تصير عندنا داير مداير ضريح المولى ابي عبد الله سلام الله عليه، جميله ورائعه جدا، تقديم خدمات. موكب كبير جدا مثلا، شنو هذا الموكب؟ للغسالات، موكب كبير جدا ايضا لتفاصيل اخرى تقدم بها هذه الخدمات. اروح الى
سولفت على غسل الملابس والغسالات، فخلينا نتابع هذه المادة. كل شيء في هذه الزيارة هو يقدم في حب سيد الشهداء. مختلف التفاصيل اللي تريدها تلقيها موجودة في هذه الزيارة. انتهت القصة لهنا، يعني صلحوا السيارة وأطعموا الناس وشربوها ووكلوها ونامت وكذا وغسلوا أعلامها تنتهي القصص؟ لا، قصص أربعينية سيد الشهداء لا تنتهي ولا يمكن لها أن تحصى، وفي كل سنة صير عندنا اكتشاف جديد. لكن أكو بعض المشاهد إحنا متعودين عليها، مثلا المادة اللي راح نعرضها الآن هي من المواد اللي تعودنا عليها وأصبحت لازمة في كل زيارة من زيارات أربعينية سيد الشهداء. خلينا نتابعها. مجاميع كبيرة جدا من الشباب تقف في الطريق ويقومون بغسل أقدام زوار سيد الشهداء. مادة أخرى أيضا بنفس التفصيلة وبنفس الموضوع، خلينا نتابعها. هذا درس أيضا من الدروس الأخرى اللي تضاف، هذا درس التواضع. وإلا بالأيام الاعتيادية إحنا بالمناسبة يعني شعب شوية غريب الأطوار، مو العراقيين. إحنا دائما نقول، أنا قلتها في حلقة من الحلقات، قلت إحنا فرقاس ما ينجاس. إيه هو هذا العراقي، لأنه مزاج صعب جدا. ساعة الساعة يثور، ساعة الساعة تلقي عصبي، مرات إذا تنتسب شوية هيك تحركة مثلا بيقوب نار. وأكو تفاصيل ما يسويها أبدا، لأنه الأنفة اللي موجودة عند العراقيين والكرامة اللي موجودة عند العراقيين. خاف واحد مثلا يشوف هاي التفاصيل يقول لك شنو هذا ذا الروحة. أنت تعال بالأيام الاعتيادية وشوفها، ما تقدر تدن يمه أبدا. لكن لأنه المصاب كبير ولأن الفقيد عزيز، فبالتالي كل شيء يهون لسيد الشهداء، كل شيء. يكتفون بس يغسلون رجلين الزوار؟ طبعا لا. خلينا نشوف المادة الأخرى. وما أكثر هذه المواد وأصبحت بديهية من البديهيات، يعني ما نتفاجأ بها إحنا، لكن إحنا نعرضها حتى الناس تشوف، حتى العالم يشوف، حتى نشوف حجم العطاء وحجم الفعاليات وحجم ما يجري في هذه الزيارة. لأنه يا جماعة الخير، ترى زيارة أربعينية الحسين سلام الله عليه، الإمام الحسين سلام الله عليه، وفقط هذه الكتلة البشرية اللي تمشي بالشارع، اللي إحنا وأنا قلت في أيضا في حلقة من الحلقات، قلت إحنا ظالمين القصة، فقط نطلع هذا الكم العدد المليوني يمشي بالشوارع. هذه التفاصيل موجودة في الزيارة، هذه نلقيها مثلا مرات في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومرات لا. أكو بعض الناس يصورونها بجوالاتهم ويحتفظ بها للذكرى، لكن إحنا نقول لا، نشروها حتى تصل رسالة سيد الشهداء وتصل صرخة سيد الشهداء إلى أبعد نقطة في هذا الكوكب. خلينا نتابع. طبعاً شرف لي عظيم بالنفس الله والحسين هاي الزوار طبعاً، والله قسماً بالسهرة أعظم شيء هو هذا حياتي بالنفس العالي الزائر.
أتباهى أمام الله وأمام أهل الدين. هذا شرف لي عظيم. هذا بركة. هذا العلم ما شفت لي باب الزين عليه السلام. هذا بركة عمي. الشفاه نار. نزل نفسك دائما حوار الزين عليه السلام. الله يرفع شانك. كل ما تجي الإخوان. جيب عمي. الله. هذا قاعد أسلم فيك والله ما أدري. شنو هاي النعمة الموفقة. يا الله. هذه بس احنا نفهمها, احنا هذه القصة بس احنا نفهمها. هذا التصرف ليش يصير؟ لانه احنا نعرف التفاصيل, الثمار التي تجنى من هذا الفعل, يعني العطاء اللي راح يوصلنا. مو هذا من يقرض الله قرض حسن بكل شيء. طبعا هو قرض الحسن شنو مثلا؟ الله بيشتطي مثلا, يعني هسه لو نجي من يقرض الله قرضا حسنا, شلون يعني طلع فلوس ونطل الله سبحانه وتعالى بهذه الفعاليات؟ مو يعني هو شنو كان الطلب؟ ما اطلبكم عليه اجرا الا الموده في من في القربة, فبالتالي هذه الموده. وانت مرات يجيك خطار لبيتك, تحتار شنو اللي تسوي له. مو بتاخذ اهلك ياخذون ملابسه يغسلونهن, ياخذون مثلا حذاء مثلا يصبغوها ينظفوا. مو هذه هي, مو هذه التفاصيل اللي احنا نسويها. فما بالك اذا انت كنت تشعر وتستشعر ان 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 المولى ابي عبد انك تنتمي لهذا الرجل. احنا ننتمي لهذا الرجل يا جماعه, خافكوا بعض ولو هسه احنا ندوخر واحنا والبعض عمي ما لنا علاقه بالبعض. احنا ذولا اللي يقنع والما يقنع خلي يشوف له حائط بصفه ويرقع راسه بالحائط, خلي اشوف ماده اخرى. ذولا شبابنا اللي نحتاجهم, ذولا شبابنا اللي مرات نحتاج انه نخفف شوية, خففوا هذه الهجمة عليهم. شفتوا وين قاعد؟ بالله رجع حبيب بالجو, خلينا نشوفه وين قاعد. هذا بالايام الاعتيادية يقعد هاي القعدة ابد. لذلك شوية نحتاج انه نحافظ على شبابنا. ايش دعوة هي؟ هذا شنو شعركم؟ هذا شنو لبسكم؟ هذا شنو مدري شلون؟ صارت عندنا تجربة شفناهم ايام الحشد الشعبي. من اللي وقف على الساتر؟ هم ذول اللي وقفوا. والآن من اللي واقف ويخدم يخدم يخدم زوار سيد الشهداء سلام الله عليه؟ هم نفسهم. منين ذول مستوردينهم احنا من الخارج؟ لا, ذول أولادنا أبنائنا. فبالتالي شوية مرات نحتاج يعني خفف الخطاب وياهم. تريد نصحة, تريد تسولف وياه بقضية معينة, شوية يعني لا تعلي هذا التون, شوية انزل انزل انزل, ارجع لي حبيب, انزل رحمة لأهلك. احنا ترى البينا مكفينا وهم ما نخلق واحد كل ساعة طالع متفلسف بروسنا. ايضا من التفاصيل الاخرى اللي نشوفها في زيارة المولى ابي عبد الله الحسين سلام الله عليه, خلينا نتابع هذه المادة المهمة جدا. شكرا جزيلا لأخواننا وزملائنا في مؤسسة الإمام الحسين للإغاثة والتنمية. عربات الأطفال وعدهم أيضا عربات للمعاقين.
راح ينزلون للشوارع بالأيام القادمة، وهي موجودة أيضا أعتقد في مبنى، في باب مبنى مقر مجموعة قنوات الإمام الحسين الفضائية. من اليوم بدأوا يوزعون العربات للمعاقين. كل شيء محسوب حسابه في هذه الزيارة، ماكو فد شيء يعني، ماكو مثلا قضية تحتاج تقول مثلا هاي القصة موجودة. أي موجودة نعم. شنو الدليل؟ الدليل هو الآتي، خلينا نشوف ذول الشباب شنو اللي جاي يوزعونه بالشوارع، خلينا نتابعهم. أكو بعد شيء راح أمر عليه المرور الكرام يعني، لأنه الوقت ضيق جدا وهن المقاطع هواي وحراماتي يعني حرامات ما ينعرضن. تنتهي القصة؟ لا ما تنتهي القصة. شوف مادة أخرى ومقطع آخر في هذه الزيارة. هذا ما موجود. وأيضا هذا التوزيع ملابس داخلية للزوار. بعد أكو تفاصيل ثانية. أي بعد أكو تفاصيل ثانية. شنو التفاصيل الثانية؟ خلينا نتابع، خلينا نشوف شنو المادة اللي موجودة في هذا الفيديو. فعاليات كثيرة جدا جدا كثيرة لا يمكن لها أن تعد أو تحصى. أيضا من أنا بالمناسبة مرة من المرات لفتوا انتباهي مجموعة من الشباب، شو مسوين؟ جابوا المادة عرضناها بحلقة من الحلقات، مسوين خشبة كبيرة ومخلين بها هذه النقاط، نقاط مال كهرباء وتارسينها شاحنات. يا بشنو قالوا إحنا شو كل شيء موجود بالزيارة. فإحنا قلنا خاف مثلا هذيش لموكب لشحن الهواتف النقال محمولة يعني. هذه مو مناسبة واحد يشيل رأسه بيها ويفتخر بيها. عموما أتابع مادة أخرى ومقطع آخر وفعالية أخرى، وما أكثرها طبعا بالزيارة، ما أكثرها وما أكثر التي على شاكلتها. لكن إحنا هاي عينات ومثلها مو بس هي ترى يعني، خاف مثلا واحد يصف مو بس هذا، لا أكو مثل مئات موجودين أيضا في الشوارع. خلنا نتابع. نبيك أبو الأحرار عرب.
لا تحتار هذا الناس شنو اللي تسوي، واحنا بنحتار شلون نسولف. يوزع ارصده، هذه ارصده للزوار، ومع العلم اكو مواكب خاصه، مواكب الاتصال المجاني، موكب هذا يعني اذا تريد اي اتصال تقدر من خلاله. ينتهي الحكي هنا ما ينتهي الحكي ابد. وانا بالمناسبه ذني تفاصيل لفت انتباه، ذني يمكن اخر ثلاث مقاطع لفت انتباه جدا. خلينا نشوف هذا الرجل شنو اللي جاي وزع في طريق الزوار، خلينا نتابعه. عيشت يا ابني انها بعي الهادي، عيشت يا ابني انها بعي فترة، يا اصحاب عالي حددها ما اتي النبي وعن. هذا الرجل يوزع حيل، مو حتى طيب نتيجة التعب، نتيجة الإرهاق، نتيجة حتى يصل شنو اللي يريده هو موجود، ما تشتهي الأنفس. انتهت عم ما انتهت، خلنا نشوف هذا الرجل شنو اللي جاي يقدمه. يعني هي هذه، هو أكو التفاتة، أكو التقاطة، التقاطة مثلا هو يحتاجها بحياته اليومية، يقول ها هذه يمكن ما موجودة خلي أوفرها. ولما تشوف الناس هي فكرة تبدأ من واحد وبالتالي تستنسخ في مواكب متعددة. خلينا نشوف. بينا على حبك دار لا ينسى ولا يخفى، من عيد وانك استانت بينا تريد تتشفى، هو فوق الضيم الرجل معاق. يعني شنو انه هذا اعواد تنظيف الاسنان واعواد تنظيف الاذن، هذه تخطر ببال احد؟ والله عمي ما تخطر ببال احد بصراحه. وانا متاكد هذه التجارب هي مستنسخه وموجوده في اغلب المواكب على طول الطريق. شوف المقطع الاخير والمحطه الاخيره، خلينا نتابع. عيشت يا ابني هذه قبل لا أسولف عليها بثلاثين ثانية، خلوها بالجو، خليني أسولف عليها لأنه تحتاج واحد يشرحها، خليها بالجو. هذه الطفلة في سنة من السنوات تقوم بتوزيع هذه ملاهي الأطفال والمميات، توفت فأمها خلت الصور وقامت هي توزع مكانها. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، شكرا لسيد الشهداء. غدا في تمام الساعة 9 مساء الحسيني وحدنا. إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.